والقلوب تحتاج أحيانا إلى ما يشفيها، وتختلف اختلافا بينا في هذا. فأما شفاء الجسد فهو المقصود بالآية، لكننا نقول استطرادا لما يمكن أن يسمى شفاء ما في القلوب. الله عز وجل قال: ويشفي صدور قوم مؤمنين. وابن الرومي شاعر في زمن بني العباس، فقد ولده الأوسط فأخذ يبكي، فلما انهملت عيناه بكاء قال يخاطب عينيه، قال: بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي. والمعنى أنه يشفي ما في قلبي. لكن ينبغي أن يعلم العبد أن الإنسان إذا ظلم يتسلط الشيطان عليه ليجعله يسرف في الانتقام، فيكون سبيلا عظيما لأن يتلبسه الشيطان حال غضبه، فيأتيه الخوف من مقالة الناس، ويأتيه الخجل مما يقوله قرابته، ويأتيه الانكسار مما سيتلفظه عشيرته وقبيلته وأسرته وعائلته عنه. وهذا الضعف الذي يعتريه حالة الغضب يأتيه الشيطان يتلبس له حتى يسرف في الانتقام ولو من غير حقه، فيقع فيما هو أعظم مما أراد أن يفر منه. والله عز وجل قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فأمر بالعدل، ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فندب إلى الفضل. ثم قال جل وعلا: إنه لا يحب الظالمين، فنهى عن الظلم. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي من كان مظلوما فإن الله عز وجل ينتصر له، لكن متى ما دخله البغي فإنه يهلك. إنما بغيكم على أنفسكم، وهذا صريح القرآن. والجاهلية قديما كان الناس الانتقام لديهم يصل إلى حد البغي، وعرف منهم رجل يقال له حمل بن بدر في حرب داحس والغبراء، وكان عياذا بالله فيه من البغي على قبربته وعشيرته وجيرانه، حتى إنه لقي رجالا في ماء يغتسلون وأسلحتهم بعيدة عنهم، فلم يشفي صدره إلا أنه قتله جميعا ونهاه ذو الكمال والعقل والمروءة، هذا قبل الإسلام، من أن يفعل هذا. فلم يأبأ وقال قولة يريد أن يظهر فيها عزته وكرامته، قال لصاحبه: دع عنك القول المأثور، أي دع عنك القول الذي فيه خنوع وخضوع. فغضب عليه خصومه، وهذا بغي، جر على نفسه كيد الناس. والإنسان لا يودع الليالي شيئا أضر عليه من حقد الرجال، فتغير عليه حتى من كان يعظمه، فتصدى له رجل يقال له قيس بن زهير فقتله شر قتله. ثم قام قيس هذا بعد أن قتل حمل بن بدر رثاه، وهو خصمه وغريمه، لكنه رثاه، ويقال إنه أول عربي رثى عدوه، لكنه قال: إن كل ما في حمل بن بدر من الصفات عظيم إلا بغيه على الناس. وقال بيته الشهير: ولكن الفتى حمل بن بدر بغى، والبغي مرتعه وخيمه، ولكن الفتى حمل بن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم. وقد تقرر قدرا في أعين الناس مما يرون قبل أن يتقرر شرعا أن البغي مرتعه وخيم، والقرآن جاء مصدقا لهذا القول. قال الله: إنما بغيكم على أنفسكم. فالإنسان يعلم ما له وما عليه، ولا يجعل للشيطان عليه سبيلا. ووقتان لا تبرم فيهما أمرا، وقتان لا تبرم فيهما أبرا، لا إقداما ولا إحجاما، لا قولا ولا كتابة، وقت شدة غضبك ووقت شدة فرحك، وقت شدة فرحك ووقت شدة غضبك، لا تبرم فيهما أمرا، أجله حتى يسكن غضبك إن كنت غاضبا، وحتى تذهب نزوة الفرح إن كنت فرحا. فإن عدت إلى رشدك سكنت من الغضب وعدت عن الفرح
فانظر في أمرك على تأودة وبصيرة ومشهورة. الله يقول: ولما سكت عن موسى الغضب، وهو نبي الله وكليم الله، لكنه لم يكن فرحا بما اتخذه من أمر حال غضبه، ولهذا قال الله: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى. لكن ما الذي صنعه موسى وقت الغضب؟ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه، وأخوه أكبر منه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخوه هارون أكبر من موسى. لكن ساعة الغضب حكمت نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهذا خلاف الأولى، وهو مندثر ضائع في حسنات موسى وعلو مقامه كليم الله عليه الصلاة والسلام.